من أبرز الأخطاء البشرية اللي بيقع فيها الإنسان الإخلال بما يسمى التوازن البيئي. وتاني هقولها، ربنا ما خلقش حاجة ملهاش لازمة. مين ينسى مذبحة الخنازير اللي ارتكبناها من 10 سنين وأكتر ونتائجها الكارثية على البيئة؟ لو قتلت كل الكلاب هتتعرض لهجوم الديابة والتعالب، ولو قتلت كل القطط هتلاقي هجوم من الفئران، ولو فكرت تتخلص من كل الفئران هتلاقي حرب من الزواحف والحشرات وهكذا. ده طبعا مش معناه اننا نقبل ان احنا نعيش في جنينة حيوانات كبيرة، لكن التخلص من اي منهم لازم يكون بطرق ذكية ورحيمة. تعقيم اناث الكلاب واخصاء الذكور مش اختراع، ده حل تم استخدامه في دول اخرى بعضها افقر مننا. لكن هل الحل ده متاح بالنسبة لنا؟ خايفة على التوازن البيئي من فكرة الفضاء على الكلاب؟ طبعا، عملوا كده في نادي الجزيرة، خلصوا من القطط، جالهم فيران وتعبين. فإحنا مش إحنا اللي نقرر البيئة عاملة إزاي، هي الدنيا جت كده، إنه لازم يبقى في دول عشان يعملوا بالانس. لو ما فيش بالانس هيطلع علينا حاجات إحنا ما نعرفهاش. التوازن البيئي بيقول إن مصر لازم يكون من أسوان الإسكندرية على جميع حدودها تتراوح الكلاب الضالة عندنا من 4-5 مليون 6 مليون. التعداد الحالي اللي موجود دلوقتي يتراوح من 15-20 مليون. ما هو ربنا ما خلقش حاجة عشوائية، ربنا اللي قال وكل شيء خلقناه بقدر. ده الميزان، العب في الميزان هتبوظ كل حاجة تانية. البعض بيقول إن قتل الكلاب والتخلص منها هيخل بالتوازن البيئي. احنا بنقول تنظيم وجودها وفي أماكن معيشتها. الصين في الستينات لما قرروا يموتوا العصافير عشان بتاكل المحصول، اللي حصل ايه؟ المحصول كله انتهى. بعد ما موتوا العصافير طلعت الدودة كلت المحصول كله وانتهى المحصول بالكامل بعد ما كانت العصافير بتاكل منه جزء. القتل الجماعي للكلاب طبعا يتنافى مع روح الشريعة ويتنافى مع البيئة اللي ربنا عاوزها، ان يكون فيها ده فيها توازن. في طرق كتيرة جدا، هتحتاج فلوس اكتر شوية، بس ما انتوا بتشتروا سم وبتشتروا رصاص وبتدفعوا للناس اللي بتنزل تموتهم، طب ليه ما الكلاب دي ما تتعقمش او القطط دي تتعقم وترجع تاني وبيتحط لهم زي متهيألي حاجه ساين في ودنهم ان ده الكلب ده تعقم. في تجربه ناجحه قوي اتعملت في الشيخ زايد بالمنظر ده بالاتفاق طبعا مع الجهاز الشيخ زايد هناك، وانت بتبقى شايف الكلب ده في علامه في ودنه، ده معناها ان الكلب ده امان. انا عندي في الجمعيه بتاعتي بعمل هذا التعقيم ده، ده 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 بالحاجات اللي هي اللي بتؤدي فعلا الى تقليل الاعداد. بس انت حضرتك بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اعداد فظيعه، بتتكلم على 15-20 مليون. تعرف تكلفه التعقيم بالنسبه للكلب قد ايه؟ كام؟ يوم ما اكون بقول بعملها باقل تكلفه موجوده تتراوح من 100-150 جنيه. جمعيه الرفق بالحيوان دي لازم يغيروا اسمها، مفيش اي رفق بالحيوان. كلب الأنثى الواحدة التعقيم بتاعها بيكلفني 450 جنيه تكلفة فعلية. مصادر التمويل موجودة، ودي دراسة قدمناها لجميع الجهات المعنية including مجلس الشعب، دراسة ازاي نسيطر على الأعداد دي ونعمل عمليات تعقيم ومصادر التمويل منين. بس من غير اشتراك الجهات الحكومية معانا عمرنا ما نقدر نعمل حاجة. أنا ما قدرت أعمل كم عملية في اليوم؟ 5؟ هتجيب لي 100 دكتور بيطري هتعينهم في الدولة بمرتبات، في 5 ب500 عملية في اليوم. لو مشيت على الدرب الصحيح في اورجانيزيشنز او منظمات كتير هتيجي تساعدك وتعمل لك المشاريع دي. جمعيات تنزل وتعمل الامساك بالكلاب وتعمل لها العمليات ثم الافتر كير او الرعاية بعدها، والمنظمات الدولية تدفع وتخلص. ما تجيش بقى حضرتك يا فندم الاقي لك الساعه 12 بالليل نازل تعمل لي حمله تنزل تسمي لي الكلاب دي. احنا كهيئه عامه للخدمات البيطريه كنا عدينا خطه لتعقيم الكلاب، ولكن لما عملناها سنه 2012 كانت التكلفه التقديريه لها ما يقارب 740 مليون جنيه في السنه. في عاصمه امستردام مفيش كلاب في الشارع عشان الدوله نفسها بتساعد ان اي كلب في الشارع بيبقى مطعم، بيبقى عنده ستيكر كده على ودنه، لو بنت او ولد بيبقى مطعم، تبقى الدوله عارفه ان الكلب ده تمام ما عندوش اي بكتيريا ممكن لو يعني لو عض او خربش حد عمره ما هيحصل له اي حاجه، بيبقى الكلب ده تمام. في تجارب في دول افريقيه اقل مننا، في تجارب في الهند زينا، في تجارب في تركيا زينا، في تجارب في الدول العربيه الثانيه بتتنفذ على ارض الواقع دلوقتي، انه ما فيش حاجه خلاص اسمها قتل وتسميم. المملكة العربية السعودية لسه مطلعة قرار بمنع استخدام التسميم واللجوء للتعقيم والتطعيم. التركية بقى الأعداد فيها من الكلاب محدودة. الهند دولة
الكلاب في الشارع والقرود في الشارع والفرام في الشارع والحيوانات في الشارع. فهل مطلوب مني اعيش زيها؟ انا مطلوب اعيش مصر. الاسبوع اللي فات ده بس المغرب اصدرت قرار بمنع تسميم وقتل كلاب الشوارع والاتجاه الى عمليات التعقيم والتطعيم ضد السعار بدلا من القتل.